بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا اليوم في برنامج خذوا عني مناسككم، كنا وقفنا عند الأحاديث الواردة في مسائل النحر والحلق والتقصير ونحو ذلك، وجاء في هذا المعنى عن ابن عباس، وجاء في هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم وأبو داود بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. متفق عليه. هذه الأعمال هي من مناسك الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأمته المناسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى في صبيحة وضحى يوم العيد يوم النحر، اتجه إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، وعلم الناس كيفية الرمي، وأنه يكون بمثل حصى الخذف، فلا تجزئ الكبيرة ولا الصغيرة ولا بغير حصى. وبعد أن انتهى من الرمي عليه الصلاة والسلام وأجاب على أسئلة الذين يسألونه عن مناسكهم، اتجه إلى منزله بمنى، أي مكان نزوله بمنى، فنحر هديه، ونحر من الإبل 63 من الإبل، ثم وكل علي رضي الله عنه بنحر البقية، ثم طلب من الحلاق أن يحلق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يبدأ الحلق من الجانب الأيمن، فحلق الجانب الأيمن فأخذ الشعر ووزعه على الناس للتبرك به، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته من وضوئه ونحو ذلك يجوز التبرك به ولا يجوز لغيره من الناس، فلا يقاس عليه غيره من سائر الناس مهما علت منزلته، وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل الناس بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ولم يرد أنهم يعملون مثل هذا العمل، مع أنهم هم أفضل البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، فهذا أمر يخصه عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى الحلاق بأن يحلق جانبه الأيسر، وجعل يوزعه، أي يوزع الشعر على الناس.
وهذا فيه استحباب البدء في الحلق من جهة الرأس بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهذا هو ما عليه جماهير أهل العلم. والحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، ودعا للذين يقصرون شعرهم في النسك 1 واحدة. وأخذ العلماء رحمهم الله على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الدعاء للمحلقين 3 واكتفى 1 واحدة للمقصرين. ثم إنه يشرع حلق جميع الرأس، لأن هذه الصيغة المحلقين أو المقصرين تقتضي أن يشمل جميع الرأس، فلا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق. وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك، واستحبه الكوفيون والشافعي. وهل الحلق نسك أو تحلل؟ الذي يراه جمهور من أهل العلم أنه نسك، فهو جزء من أعمال الحج وجزء من أعمال العمرة، وليس فقط خروجا من النسك، وإنما هو نسك لذاته. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلنا: ما لك أنت لم تحل؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد بسند صحيح. وهذا دليل على أن الحلق من واجبات الحج، كما أنه من واجبات العمرة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود والدارقطني بسند صحيح لغيره. وهذا الحديث ينبه على مسألة مهمة، وهي أن النساء ليس عليهن حلق لشعر رؤوسهن، وإنما المشروع في حقهن هو التقصير، والتقصير بأن تجمع المرأة شعرها وتأخذ من طرفه مقدار أنملة، أي ما يعادل 2 سنتي تقريبا، فهذا هو المشروع في حق المرأة. وليس مشروعا في حق المرأة أن تحلق شعرها، بل إن هذا ممنوعة منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء الحلق، وإنما على النساء التقصير. وهذا لأن دين الإسلام هو الذي يتمشى مع الفطرة ومع الذوق السليم ومع الخلق الكريم. فالمرأة من جمالها وكمالها كثرة شعرها، والحلق ينافي ذلك، فحلق الشعر للمرأة ينافي أنوثتها ويجعلها تتشبه بالرجال، وهذا ممنوع في ديننا. والمرأة مطلوب منها الزينة، ومن زينتها كثرة شعرها، فإذا أنها حلقته فات هذا الأمر عليها. فيجب على كل مسلم أن يفهم هذا الأمر، وأن يعلم أن حلق المرأة لشعرها مخالف للفطرة ومخالف لطبيعة البشر وللذوق وللخلق. وقد حكى الحافظ الإجماع
على أن المشروع في حق النساء هو التقصير. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها الحلق. وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تحلق المرأة رأسها، وهذا موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسكي، أفطيب ذلك أم لا؟ هذا يبين التحلل بما يكون. وقد ذكر العلماء أن التحلل الأول بالنسبة للحج يكون بعمل اثنين من ثلاثة، هما الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل الإنسان الرمي والحلق فقد حل له التحلل الأول، أو رمى وطاف طواف الإفاضة فقد حل التحلل الأول، أو أنه طاف وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يحل للإنسان فيه كل شيء إلا النساء. فيتحلل الإنسان من التحلل الأكبر الأول، ويبقى عليه التحلل الأكبر، ويكون بالإتيان بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي. فإذا رمى وحلق وطاف وسعى فقد حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه. وللنسائي: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. فهذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى وحلق أنه تطيب ولبس ملابسه المعتادة المخيطة، ونزل إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه المخيطة وهو متطيب بطيب فيه مسك، كما ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد جاء في الباب عن عائشة من غير حديث الباب عند أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي مرفوعا بلفظ: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وهذا دليل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعدما رمى ونحر وحلق وتحلل التحلل الأول اتجه إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، فطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى وصلى بها الظهر. وهذا تنبيه إلى فضيلة البقاء بمنى، وأن أداء الصلوات فيها ليلا ونهارا والمكث فيها أيام المناسك أنه هو السنة وأنه هو الأفضل. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهذا الحديث فيه دليل
على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار. قال النووي: أجمع العلماء أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وأنه ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند جمهور العلماء. وهذا الطواف هو المأمور به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو الذي يسمى طواف الزيارة. وقوله فصلى الظهر بمنى في الحديث السابق، وقوله في هذا الحديث فصلى بمكة الظهر، الظاهر من هذا هو التنافي. وقد جمع النووي رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه، كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى، وروى جابر صلاته بمكة، وهما صادقان. وذكر ابن المنذر نحوه، كما أنه يمكن الجمع بأن يقال إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى هو الفرض، فإنه يدخل معهم على أنها نفلا، والله أعلم. وما جاء في تقديم النحر أو الحلق أو الرمي أو الإفاضة بعضها على بعض جاء عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتى آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قال آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليهما. ولمسلم في رواية: فما سمعته صلى الله عليه وسلم يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ولا حرج، بسند صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. رواه أحمد بسند حسن. وفي لفظ قال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. وفي رواية سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال رميت بعد ما أمسيت فقال: افعل ولا حرج. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي بسند صحيح.
وفي رواية قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. رواه البخاري. هذا الأمر إنما وقع في حجة الوداع، أن قال القاضي عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علم الناس، لا أنها خطبة من خطب الحج المشروعة، يعني أن هذا من المواقف التي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فيجيب على الأسئلة التي تطرح عليه، سواء كان عند الجمرة أو عند المنحر أو كان في الطواف أو كان في طريقه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعترضه الناس ويسألون عن مناسكهم فيجيب عليها. وقال بعضهم إنه يحتمل أن يكون في موطنين، أحدهما على راحلة عند الجمرة، والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر، ولا منافاة بين هذه الأمور. وقد اجتمع لدينا من الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال عند الجمرة. وهذه الأحاديث تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة على بعض، من الرمي والحلق والتقصير والنحر والطواف، طواف الإفاضة. قال ابن قدامة: وهذا إجماع عند أهل العلم، فإنه يجوز تقديم بعضها على بعض ولا حرج في ذلك، لكن التحلل يحصل بثلاثة أشياء. التحلل الأول يحصل بإثنين منها، وهي رمي جمرة العقبة والحرق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل الإنسان اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول، ويحصل التحلل الثاني بالإتيان بالثالث مع السعي، إن كان عليه سعي بأن كان متمتعا أو كان قرنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم. ولا يترتب على ذلك التقديم أو التأخير فدية، كما هو رأي جمهور أهل العلم، وسواء كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير ذلك فلا حرج على كل منهم. وجاء لفظ حديث عند أبي داود: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، إلى آخر الحديث، وكلهم يقول: لا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الإضحى بميناء. رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بميناء يوم النحر. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، ووضع أصبعيه سبابتين ثم قال: بحصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي بمعناه بسند صحيح. وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا
أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الأوقات المناسبة لتعليم الناس أمور دينهم، ومن ذلك ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من خطبته يوم العيد وهو واقف يوم الإضحى بمنى على ناقته العظباء، أي التي مقطوعة الأذنين. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ما يحتاجونه من المناسك ومن أمور دينهم ومن أمور أخلاقهم ومعاملاتهم الخاصة والعامة. ومن ذلك عليه الصلاة والسلام أنه وقف يخطب الناس بمنى، ففتحت أسماع الناس حتى صاروا يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا فصيحا، وهم في منازلهم، في خيامهم، في بيوتهم، في منى. وهو كان عند مكان المسجد، فصار يعلم الناس المناسك. ولما وصل إلى الكلام على مسألة رمي الجمار، وضع أصبعيه السبابتين في أذنيه ونبه الناس إلى حصى الجمار، وهي حصى الخذف. وهذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام إلى عدم الغلو، فالمطلوب من الناس أن يتبعوا ولا يبتدعوا، ويقفوا عند الحد المشروع فلا يتجاوزوه ظنا منهم أنه أفضل. وبين لهم أن المشروع في الرمي هو أخذ حصى معروف عند العرب يسمى حصى الخذف، بحجم حبة الفول، يرمى بها في الجمار في يوم العيد وأيام التشريق. كل حصات تكون ما بين الحمص والبندق، ويرمي كل مرة سبعا في جمرة العقبة، ثم في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع. ثم إن تعجل اكتفى بهذا وخرج من منى، وإن تأخر فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر الجمرات الثلاث بهذا الترتيب: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة يرميها بسبع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس ورتب أمورهم في السكنى بمنى، فجعل المهاجرين في مقدم المسجد، ثم أمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم الناس بعدهم، وذلك لفضيلة المهاجرين والأنصار، وجعلهم هم الأقربون منه عليه الصلاة والسلام لمكانتهم في الهجرة ومكانة الأنصار في النصرة، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجميع الصحابة. وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ الناس بأمر مهم في حياتهم، وأراد أن يشد انتباههم، فقال وهو يخطب: أتدرون أي يوم هذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدبا واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام لم يجيبوا عن هذا السؤال، لأنهم
خشوا أنه سيسميه بغير الاسم الذي يعرفونه لأنه هو يعرفه، فسكتوا وقالوا إن الله ورسوله أعلم. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أنه سيسميه بغير الاسم الذي يعرفونه. فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون أنه مكة لكن لا يدرون، لأن الذي يتحدث معهم هو المشرع عليه الصلاة والسلام. وسكتوا أدبا حتى أنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة، يعني البلدة المباركة التي هي مكة أو بكة أو البلد الحرام أو البيت العتيق؟ فقالوا بلى. جاء هنا التنبيه، قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم عظم شأن الدماء، وأن دماء المسلمين يجب احترامها، ولا يتساهل أحد في إراقة الدماء، فإن شأنها عند الله عظيم، وانتهاك دماء المسلمين من أعظم الكبائر ومن أكبر الكبائر عند الله تعالى. ثم إن أموال المسلمين محترمة تجب صيانتها، ولا يجوز أخذها ولا يجوز أكلها ولا يجوز سلبها ولا يجوز الاعتداء عليها، فإنها حرام كحرمة هذا اليوم في هذا البلد في هذا الشهر. وهذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أنهم سمعوا منه أشهد الله عليهم، وطلب أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، لأن هذا الدين إنما هو دين للأمة كلها، أمة الإسلام. من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده إلى قيام الساعة. وقوله عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ أو عام سامع، بمعنى أن الإنسان قد ينقل الحديث أو المعلومة لغيره، فيكون من المنقول إليه فقه وإدراك لدقائق المسائل التي لم تخطر على بال الراوي، فيروي الحديث لشخص آخر يدرك منه فقها واستنباطا أكثر مما أدركه الراوي، فرب مبلغ أو عام سامع. ثم نبه عليه الصلاة والسلام على مسألة مهمة فقال فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الفتن المتنوعة، ومنها فتنة الاعتداء على الأرواح، وفتنة الردة عن الإسلام، وفتنة الفساد في الأرض. ومجتمع المسلمين يجب أن يكون طاهرا نقيا سليما آمنا مطمئنا تسوده المودة والمحبة والأخوة، بأن يحب كل مسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فلا أذى ولا فساد ولا رجس ولا إضرار في مجتمع المسلمين، وإنما هو مجتمع أخوة وتراحم وتعاطف وتكافل فيما بين أفراده جميعا تسوده الطمأنينة والمحبة والتعاون على البر والتقوى، والحذر من كل ما يعكر صفو المجتمع في تآلفه وتعاطفه وتراحمه.
فلا يجوز لأحد ممن ينتسب للإسلام أن يكون مصدر فساد أو إفساد في الأرض. فلا يعتدي المسلم على أخيه المسلم، لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حق من حقوقه، فكل يؤدي ما يجب عليه ولا يطالب بما لا يستحق. وهذا أمر أساس ومهم في حياة المسلمين، فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الأمور ويرعوها حق رعايتها، ولا يفسدوا في الأرض بحال من الأحوال، وأن يأخذوا على يد السفيه وعلى يد المفسد ويمنعوه من الفساد، وأن يكون المجتمع كله جسدا واحدا في تراحمه وتعاطفه وتآلفه وتضامنه في سرائه وفي ضرائه. هكذا يجب أن يكون المسلم في مجتمع المسلمين، وهذا هو الذي وجه إليه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وهذا فيه دليل على أن الإنسان القارن وكذلك المفرد أنه إذا حج فإن الواجب عليه هو طواف الإفاضة والسعي، وإن كان طاف طواف القدوم فإن طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد، وإن سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه عن السعي بعد طواف الإفاضة فلا يسعى ثانية، وإنما يكتفي بواحد. وجاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك، انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه أحمد ومسلم. وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم بسند صحيح. هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا أنه جاء محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه إذا وصل إلى مكة فإنه يؤدي مناسك العمرة كاملة من طواف العمرة والسعي للعمرة ثم الحلق أو التقصير ليتحلل من عمرته. فإذا كان اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج، وإذا صار يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة لحجه ويسعى سعيا بعد طواف الإفاضة للحج، فهما طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل. وأما الإنسان الذي كان قارنا فإنه يكتفي بطواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة. وعائشة رضي الله عنها كانت أحرمت متمتعة، لكنها لما أنها قربت من مكة جاءتها الدورة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تطهر إلا يوم عرفة أن تحرم بالحج، أي تدخل الحج والعمرة وتتحول من كونها متمتعة إلى أن تكون قارنة. فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تطوف طوافا واحدا يوم النحر لعمرتها وحجها وتسعى سعيا واحدا، ويجيئها ذلك عن حجها عن عمرتها وحجها. ولكنها بعد انتهائها من منى وانتهائها من رمي اليوم الثالث عشر وخروجها من منى إلى مكة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه، ولما رأى عليه الصلاة والسلام لحاحها طيب خاطرها وأذن لها أن تأتي بعمرة من التنعيم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة لأجل أن تكون أتت بعمرة مستقلة تطيبا لخاطرها. وأخوها عبد الرحمن لم يحرم معها ولم يطف ولم يسعى، مع أنه مشى معها المشوار كاملا. فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.